بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف مباريات فسك علي وش أسوي، كيف اللعبة معاه. غريبة ذي المعركة، غريبة تشكيلة علي، تشكيلته الاعتيادية. يبدو لي جالس يجرب تشكيلات. حلو، ممكن واحد يفكر يطور هذا الفارس الذهبي. على العموم قضيتنا بهذا الفيديو كيف اللعبة تخلي الواحد ينجن. يعني شوف الخصوم بداية من هذا اللي أمس، نقعد أعلق اليوم 1 سبتمبر الخميس. شوف كيف اصلا معصب لانه جاي من تسلا، من ساحة الكهرباء. شوف كيف يا لطيف. طبعا من ذكائي طبعا هي ذكاء المفروض، يعني ساحة الكهرباء تلعبوا مع بس يعني شوف كيف بعد اعصار كملت من جد. شايفين استهبال. نقل كان محترم. دائما جد كذا ايش فيه؟ سباركي برق بعد، ما لعب البرق حتى. يا الله. طبعا يعني تكرر الحين. الميجا نايت اليوم كله ميجا نايت تقريبا. يعني مو بهذه المشكلة ما يكون معاه تنين نار بعد. هذا مسوي محترم، مسوي طيب. طبعا يعني الكثيرين يعني يصير ضامن نفسه قدام يلعب ميجا نايت وتنين نار، يحس انه خلاص بيسيطر. كيف عصب الحين؟ شايفين كيف اللعبة مليانة مسخين؟ ليش أقول لكم البيكا شيء أساسي؟ في تشكيلاتي ايضا سحر كهرب، يعني البطايق المهمة. الحمد لله توقيت ممتاز، اخترت انا بالخنزير. الحمد لله لا وجود الميجا نايت امام الخنزير والحمد لله. هنا بس الورقة تبين نار مع غضب. يا خلص من هذا يجي لك غولم ميني بيكا برق. طبعا حطاب وميني بيكا كل واحد من جهة، هذي شيء مرة مرعب.
الحين صاعق مع أسهم مع برق، يعني حتى يضمن يقتل السيارة، يضرب برق بعدين صاعق خلاص ما تصير. جدا مرعب وما هو ثقيل. كيف نفس الفكرة بكل بساطة وتورطنا الآن اللي بيلعب غولم تورط. شايفين الغولم حطاه من جهة ومني فيك من جهة. هذه اللعبة ما أعرف يعني إيش بيسوون بي، أنا ما أدري. وليش هم كذا تعاملهم أنا ما أعرف. نشوف هذا أيضا مهربان خسته الخصيص من اسمه. اللعبة كلبة بعد، شوف وين حاطين لي الأسهم الله يلعنهم. بس وين حاطين لي الأسهم ومع برميل غيلان ومع المينيين ومع كلاب كلاب لعبتي كلاب. اضطريت ألعب الأسهم، يعني عارف إني بحتاجهم بس اضطريت. اضطرينا خصم يسوي ظريف الحين بدأ يتملعن. والله العظيم اللعبة ذي كلمة تقهر قليلة بحقها. الحين شوف كيف يدافع بالعملاق، ما عنده كيد يفعل يعني ما عنده شيء. الرمية 80 طبعا انا ما رميت الاسهم على المينيونز. شوف 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 الصاعق على الخنزير وراه كلب. لعبة لعينة والله والله لعبة لعينة. من البداية يعطونه أشياء أسباب الفوز، هذا قاعد قبيلة كبير يا أخي. اللعبة كلها الحمد لله بعدها هزمت هوك سايكل. عوضني ربي إني فزت على هوك سايكل بصعوبة. كنت تتخيلون يعني نفسيتي بعد هذه المباراة تجيني هوك سايكل بعد؟ اقسم بالله شيء مره جاب لي تجيب اللعبه تجيب الجنان. ما نجحت هذه الهجمه، سويت كل شيء وما نجحت. الحين لازم نروح يسار. من اي مكان يلعب المدفع يسحب، والله العظيم شيء يقهر 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 من جد. نظام هذا المباني نظام مره يقهر. ما اعرف يعني لما اشيل العملاق يجون هذول الخصوم ميجنايت وكذا. وش في بعد علقت؟ يعني بنشوف كيف فزت على هذا برج نار. ايضا فزت عليه بالصعوبة. يمكن كيف انا استغربت واثق من نفسه وقلت يمكن يلعب ميجا نايت بس طلع اخص
قدام ونلعب برج النار. نلعب الخنزير مع الفالكري. هذا الرهيب بالصياد، تقدر تلعبه بدال الفيفا. شوف شوف شايفين كيف بيت الساحل الكهر. يعني ايش تبغى افضل من كذا؟ يا الله ما كنت اتوقع اني العب الخنزير، يعني لعب ثلاث دقائق. هذه بدايه الفوز الحمد لله تقريبا، يعني هو خلى البرج قريب، ما استبعدت من ال يعني البيك اب الاخير مات. هذه من جد الحمد لله. بس باختصار يعني هذه اللعبة، هذه الأشياء، شوف كيف ميجا نايت تنين نار، وبالحرب كله ميجا نايت تنين نار. أشياء والله الواحد يعني مو بس هذا، ميجا نايت تنين نار وني بيكا حطاب، وأنا بس عندي أمير يعني قبل كل هذولا. أشياء تخليك تطفشن اللعبة، تطفشن الحروب بالذات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.